من الثانية اللي تم فيها الحادث هم الكل يدرون حتى المحقق. قلت له البنية الثانية وين؟ قال ما أدري. عندك المحقق اسألي. دشيت المحقق قال لي، قلت له وين بنتي؟ قال لي ما ندري. قلت له الكويت هالكبر ما تدرون بنتي وين راحت؟ ما يصير، وين ما أروح يقولون لي ما ندري. قال ما ندري. قلت له وين أشوفها؟ قال يمكن أسعفوها مستشفى ثانية، واطلع مستشفى اللي بمنطقتنا لأنه أقرب. ما في، ورد المخفر ما في. قمت أمشي عكس السير، رحت اتصلت بالعمليات. هني كان يجيلهم بلاغ إن هو الضابط الظاهر الله أعلم، لأنه قال لي بعدين إن أعطوهم سيارتي وهذا، إن أنتوا لا تضايقونها بس امشوا حماية لها، يراعون نفسيتك يعني حماية يمها إن ما حد إيه. مشيت عكس السير افتشارات، المهم الحمد لله سلم لين رديت لميري مرة ثانية. قلت لما أطلع من هني لين تقول لي بنتي وين. هالحكي الساعة كم كان بالضبط؟ 3:30 4 4 الفير. إيه كانوا بس كذي يعني دوخوني وأنا ولدي وياي الثانية، يعني لا سمح الله بعد أنا أم. أم آية أبي تعرفي تقولي لي بس بالضبط، أمي تعرفتي إن آية توفت؟ أوه نيوم قلت له ما أطلع من المستشفى وراح أتصل بالعمليات وأبلغ عليكم كل أبوكم إيه؟ إلا تقولوا لي بنتي. نعم. ولا والله أروح يعني جهات أخرى. فالمهم كان يقول قعدي عشان أقول لك. لا ما بقعد. يقول كان يقول لي الله يسامحه، قال لي ياها وهو يضحك للحين أتذكره. بنتك